انما فتره بنيه راستش كاتبه الخاص ممنوع، وهي دزت لي مسج الي ما جاوبت. ليش ما جاوبت؟ مو انت كاتبه خاص ممنوع، خاص ممنوع، مو انا الكاتب. انا ما طاب عليك غرفه النوم حتى عشان الشباب يكيفون طبعا على هذا الموضوع. انا كيف الموضوع والله يقهرني، انا موضوع يقهرني اذن الشاطئ. احنا ليش نقول احنا الليفل اللي واصلين به مستوى، يعني الشباب ناصر مستوى يعني المفروض يرتقي اكثر. صحيح. شنو ولد كاتب الخاص ممنوع او البنيه كاتبه خاص ممنوع؟ اخيرا طاب عليك غرفه النوم، شنو خاص ممنوع؟ انت والله هو انت ماكو شيء الخاص لا ما عجبك. اخي انا احكي ويا شخص ويا بنيه يعني مثلا جاوبتني، شنو يعني حبيبتي صارت؟ شنو راح تسعد اطفالك؟ جايلكم شعوب القبائل تعرف؟ لا صحيح اي، بس احنا خلينا نرتقي اخي، خلينا نرتقي. يعني انا من اشوف شخص مثلا لا يحكي ويا بنيه بالتليفون، نعم، يعني مو شرط حبيبته، يجوز زميلته بالعمل، يجوز محتاج من عنده شيء، يجوز تقري، يجوز تسوي، ماكو بيها مشكله. زين زوجتك متفاهم هذا الموضوع انه انت تتواصل ويا؟ والله ما ادري، هي المفروض تجاوبكم ما ادري. لا لا